السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع وهران وبالضبط في مدينة وهران لنتعرف على أشغال فندق بريمبال واللي يعني الأشغال هذه راهي تقرب من النهاية ويعني الشكل ديالو يعتبر عصري وجميل يتناسب مع الشكل الهندسي تاع العمارات في منطقة المدينة الجديدة إذا اللي يقع فيها الفندق. وأكيد أنه هذا الفنادق اللي راهي تنشأ في خاصة في مدينة وهران تعتبر يعني إضافة أكيدة للمدينة وستجعل من المدينة تاع وهران متروبول متوسطية ومدينة سياحية بامتياز سوف إن شاء الله تكون قاطرة للاقتصاد نتاع المنطقة الغربية. وأترككم تتابعون والسلام عليكم.